نعمل اكله كده حلوه وخفيفه بما ان النهارده الجو حر واعلنت الارصاد الجويه ان احنا خميس والجمعه هيبقى يعني اكتر نقطه موجوده في الكون كله هي مصر، فهنعمل اكلات خفيفه علشان كمان ست البيت تقفش كتير في قلب قدام البوتاجاز وما تقفش كتير كمان في المطبخ تتعب. فاحنا حاولنا نعمل او بقينا جاهدين ان احنا نعمل اكلات كده بسيطه وفي نفس الوقت طعمها حلو ومميز. هنعمل فراخ على الطريقه اليونانيه. هنستعرض مع حضراتكم المكونات وفي نفس الوقت هقول لحضراتكم المكونات بتاعتي ايه. الدجاج على الطريقه اليونانيه، فرخه متقطعه على 8 زي ما حضراتكم شايفين، 4 معالق زيت زيتون، معلقه ملح، معلقه فلفل، وبصلايه مفرومه، كوبايه زيتون كلاماتا متشال منه النوى، فنجان بصل مخلل، 125 جرام جبنه فيتا متقطعه، العلب الصغيره اللي موجوده، وكوبايه ورق نعناع مفروم، كوبايه سمسم مع زعتر، وشويه عدس مطبوخين بالبصل كده والملح والفلفل وشويه الثوم، حاجه كده خفيفه وبسيطه هنعملها مع بعض. طيب هنبتدي حل على النار، وفي نفس الوقت هنجيب كمان طاسه صغيره بضيف شويه الزيت بتوع الجمال دول يسخنوا حلو قوي. مش محتاج ان انا اخلي الفراخ بتاعتي تتبل لان انا محتاج ان انا احس بطعم الفراخ، محتاج ان انا احس بطعم، يعني مش عايزين مشقه كتير، كل القصه كلها والطعم والحلاوه في قلب الفراخ هيكون مع الزيتون والجبنه والثوم وشويه العدس وشويه النعناع المفرومين مع شويه السمسم، كل الحاجات الجميله دي الاضافات الحلوه دي هتعمل موضوع حلو قوي. كمان عايز اقول لحضراتكم على حاجه، ان احنا اضافه الجبنه هنعملها مع الزيتون بطريقه حلوه مع شويه ثوم هنفرمهم كده مع شويه بصل. طيب نبص كده نعمل صدمه كويسه للفراخ بتاعتنا. الفراخ بتاعتنا كان فيه كتير قوي ناس بتقول طب نغسل الفراخ الاول ولا نعمل ايه، ولا نخلي الفراخ بتاعتنا ننقعها. فافضل حاجه للفراخ ان انا اجيبها من عند الجزار او من عند الفرارجي زي ما انا بجيبها، بعمل لها حاجه اسمها محلول نقع. محلول النقع ده اللي احنا بنقول عليه براين، او انا مش عايز يعني اصعب على حضراتكم، خلينا بس نبص على حاجه في الفرن لسه. مش عايز اصعب على حضراتكم اسماء تكون تقيله، هنخليه هنقول محلول نقع بس، علشان في طبعا بقى ما شاء الله في جروبات كتير للاكل وكل الجروبات بقت عباقره في الاكل، فيقول لك ده يا شيف اسمه براين او يا شيف ده اسمه مش عارف ايه. طب احنا اسمه براين، وللناس اللي هم ستات البيوت امهاتنا واخواتنا اللي موجودين في البيوت احنا مسمينه محلول نقع. محلول النقع عباره عن ايه؟ عباره عن شويه ملح، ورق لورا، شويه ميه، شويه سكر، الملح قد السكر، وبنحطه على النار يغلي غلوه، وبعد كده اسيبه يبرد احط في قلبيه الفراخ بتاعتي. تعالوا نعمل صدمة للفراخ بتاعتي. طيب خلينا كمان نتكلم على موضوع يعني أكتر حاجة موجودة، بكتيريا موجودة في قلب الفراخ اسمها إيه؟ اسمها السالمونيلا. السالمونيلا من الحاجات اللي بتنتشر في حاجتين، خلينا نشيل دول. حلو قوي. طيب مهم قوي إن أنا لما أجي أستخدم فراخ هبتدي احط خضار او احط اي حاجه تاني، هقلع الجوانتي اللي انا اشتغلت بيه، او لو انا ما عنديش جوانتي بعد ما استخدم الفراخ بتاعتي هعمل ايه؟ هغسل ايدي كويس جدا علشان لو في بكتيريا في قلب الفراخ بتاعتي ما تتنقلش للخضروات بتاعتي. طيب زي ما قلنا ايه انواع البكتيريا اللي موجوده في قلب الفراخ او اللي بتسببها؟ بكتيريا اسمها السالمونيلا. السالمونيلا اللي موجوده في الفراخ وموجوده في البيض، كل الحاجات دي كلها هي اللي موجوده في قلب الفراخ. طيب بقضي على السالمونيلا دي ازاي او البكتيريا اللي موجوده في قلب الفراخ؟ طريقه واحده بس، طريقه تسويه كويس جدا، ان انا ما اسيبش الفراخ بتاعتي بره الثلاجه اكتر من حوالي 15 دقيقه، يعني يا دوب اطلعها من الثلاجه بتاعتي يا دوب خلاص اسويها. ما اقعدهاش بره كتير، لو انا هستخدمها خصوصا في الايام الحر دي لازم نبقى عندنا ثقافه طهويه في الغذاء، في يبقى الغذاء بتاعي او الاكل بتاعي امن بشكل صحي، اقدمه بشكل صحي. لو انا هستخدم بلانشا ما اقطعش عليها خضار وما اقطعش عليها لحوم، هي بلانشه الفراخ او لوح التقطيع اللي قدام حضراتكم ده
هو هو اللي موجود عند حضراتكم. ممكن لو انا ما عنديش الا واحده بس فانا هستخدم واحده بس، لكن هغسلها كويس جدا بعد الفراخ. طيب عايز اقول لحضراتكم على حاجه كمان، ان انا الفراخ لما بعمل لها صدمه كويسه جدا بعمل ايه؟ ببتدي انزل عليها بالتوابل. التوابل بتاعتي عباره عن ايه؟ مهم قوي، الزعتر والسمسم. اليونان من الدول اللي هي بتطل على البحر المتوسط، ومن اهم الدول اللي احنا بنقول عليها الميديترينيوم او الدول اللي بتطل على البحر المتوسط، كلها بثقافتها كلها واحده. ايطاليا، اليونان، مصر، كل الحاجات دي كلها ثقافه قريبه من بعض، مع اختلاف طرق الطهي وطرق التسويه وطرق كمان اضافه الاعشاب. ممكن اضيف زعتر، لكن انا النهارده حاطط زعتر كتير. ممكن اضيف ورق الريحان. بصوا الفراخ بتاعتي هي قريبه كده من حاجه اسمها سوفلاكي، تعمل بنفس الطريقه دي لكن صدور فراخ فقط، وبتعمل شرايط صغيره كده زيها زي الشاورما. اول ما احس ان الدهون بتاعت الفراخ بدات تنزل وبدات يبقى ليها ريحه حلوه قوي، هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي احط البصل بتاعي بالشكل ده. بصل ياخد ويدي بشكل ودي مع الفراخ وحلاوتها وجمالها. طيب عندي كام فص توم هنا؟ عندي 6 فصوص توم، 2 4 5 6. فين السكينه؟ نجيب سكينه من هنا. هبتدي افرم التوم بتاعي. مش محتاج ان انا افرم التوم بتاعي كتير، انا عايزه يبقى خشن بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طيب كتير قوي عايز اقول لحضراتكم على حاجه كمان مهمه جدا، ان احنا الفتحه اللي موجوده في قلب البلانشه دي لازمتها ايه؟ دي لازمتها بكل بساطه ان انا ابقى متحكم في الكميه اللي هتنزل من هنا كده، اعملها كده اهو زي ما انتم شايفين من الجزء ده، وفي نفس الوقت كمان ان انا اقدر اعلقها على المطبخ بتاعي بالشكل ده. دي يبقى ليها استخدامين، ان انا انزل الحاجه اللي موجوده من هنا وفي نفس الوقت اعلقها من هنا. ابص على حاجه في الفرن، ناخد دول بس. هنعمل النهارده كنافه، بس احنا بنعمل ليها هنعملها بطريقه جديده وبطريقه حلوه، بس علشان الوقت بتاعنا قلنا نعملها في الفرن شويه. طيب هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اخد الزيتون بتاعي والجبنه بتاعتي وشويه بصل وفصين توم، هضربهم في قلب الهاند بلندر، او ممكن اعملهم كمان في قلب الخلاط لو انا ما عنديش. طيب اضيف بقى ورق النعناع مفروم مع كزبرة. شوية الملح. ملح الخشن من الحاجات الجميلة قوي. شوية كمون. تمام. طيب هاخد بقى البصل الجميل ده، هاخد منه 2، انا عندي 4. طيب هعمل ايه؟ هبتدي بالشكل ده. واخدهم كده وارميهم. فين الغطا؟ هنقفل عليها، نحط لها شوية مية صغيرين قوي. وهقفل عليها.
طيب تعالوا عندي بولة فين اهي، هبتدي احط الجبنة بتاعتي، شيل بس دول، تاخد الجبنة شوية جبنة صغيرين حلوين معاهم الزيتون ده كله ومعاهم كمان البصل المخلل، هقطعه بس عشان اعرف ومعاهم اربع فصوص ثوم زي ما انتم شايفين كده، اربع فصوص ثوم طيب ناقص لهم ايه كمان؟ البصل، بقيه البصل الني اللي هيدي طعم، معاها الزيت الزيتون الجميل ده، وهجيب الهاند بلندر بتاعي طيب، وهبتدي اضرب بالهاند بلندر بتاعي كده لغاية ما يبقى عندي معجون حلو قوي كده. باخد بقيه الجبنه بتاعتي والحاجه اللي موجوده اهي زي ما انتم شايفين، بصوا بقى عندي معجون ناعم حلو قوي، طيب هعمل في ده ايه؟ عندي هنا احط مكعبين زبده صغيرين، مع شوية زيت الزيتون، طبعا بص كده على الفراخ بتاعتي، الفراخ بتاعتي بقت استوت وبقت حلوة قوي، هاخد من هنا شوية، ده اسمه الستاك بتاعي أو الشوربة اللي نزلت، بصوا شوربة تقيلة حلوة قوي، هعمل إيه؟ هاخدها أفك بيها المعجون الجميل ده، بصوا دي كده أول ما خلاص بدأت تفك كده هبتدي أنزل بالمعجون الحلو ده، اليونان عندهم إبداع في الأكل البيتي الحلو، بصوا بحاول أدخل كل الزبدة هنا وابتدي اخد بقى شويه من الستاك الجميل ده اللي هو بيدي بقى دسامه وطعم حلو قوي يخليني ابقى عاشق للاكل ده كله، بصوا بصوا الحلاوه والجمال دي اللي هتبقى على الصوص بتاع الفراخ، ريحه الزيتون مع البصل مع الحاجات الحلوه قوي مع حته الزبده البسيطه الجميله تدي طعم رهيب جدا، مهم جدا ان احنا يبقى عندي درجة حرارة البوتاجاز لما باجي اعمل صوصات بالاخص تكون هادية علشان ما تلسعش وفي نفس الوقت ابقى بالمضرب كده مضرب واحدة واحدة، بصوا كل عايز بقى القوام بتاعي يخف يعني، بصوا حتة حاجة بسيطة قوي، اخد شوية دول اهم
سلام بقى لو عندي شوية زعتر والسمسم، أوطي عليها على واحد الزعتر بالسمسم، هوريه لحضراتكم أهو أكلة عبقرية. خدش وقت نفس الوقت، لو أنا عندي كمان أقدر أعمل حاجة اسمها الريسايكل أو إعادة التدوير، إعادة التدوير للأكل اللي موجود عندي. لو أنا عندي شوية فراخ في البيت باقيين ممكن أعملها، لو أنا عندي الفراخ مسلوقة أعملها نفس التتبيلة دي كلها وأعملها باقية من امبارح، أعمل لها شوية الصوص ده، شوية الصوص ده ممكن كمان بس بطريقة بسيطة قوي المخلل اللي موجود عندي من على الفطار أخد منه شوية الزيتون مع حتة الجبنة اللي باقية من السحور مع شوية أنقي شوية البصل الحلوين دول. أنا الفراخ عندي استوت وبقت زي الفل، أنقي بقى الإيه الفراخ الجميلة دي وأحطها في الطبق. والشوربة دي مش هستغنى عنها، هعملها حاجة هوري لحضراتكم هنعملها بإيه. تعالوا بقى إيه ناخد الفراخ كده واحدة واحدة، تعالوا بقى نقول إيه بسم الله. طبق فراخ عبقري، هو بسيط وجديد وفي نفس الوقت طبعا طوال شهر رمضان زهقنا بقى شويه بقى الفراخ المشويه والفراخ المحشيه والفراخ اللي مليانه مش عارفه ايه والفراخ الهندي والفراخ التندوري، فبنحاول ان احنا يكون عندنا تنوع مش جديد لكن تنوع. احنا دايما ما بنعملش جديد لكن بنعمل تنوع، والتنوع مطلوب كويس جدا. ريحة النعناع مع الزعتر مع الحاجات الجميلة دي. طيب عايز اقول لحضراتكم على حاجة، احنا سايبين الحتة الصغيرة دي الفاضية ليه بقى؟ لان احنا هنعمل معاها هنقدم معاها عدس، العدس الجميل ده مع الشوربة الحلوة دي اهو. بصوا عدس مطبوخ، احنا بنقول عليه عدس راجو او عدس مطبوخ. هسيب العدس ده يتطبخ شوية، اديله بس شوية مية صغيرين علشان حاسس ان هو متخيلين الطعم اللي الفراخ نزلته هيجي في العدس مع شوية البصل مع الحاجات دي كلها، حاجة بجد روعة طعمها يجنن. طبعا في بقى بصل، في كرفس، في كرات، في جزر، في كل الحاجات اللي انتوا عايزين تضيفوها ضيفوها، لكن انا بقول لحضراتكم هو مش محتاج اي حاجة. طيب تعالوا لغاية ما ده يستوي هنطلع فاصل، وقبل ما نطلع الفاصل هنحط الصوص الجميل ده شوية كده نوري لحضراتكم شكل الصوص عليه ايه. بصوا الله، ريحة الزيتون وريحة البصل حاجة يعني عبقرية يا جماعة، والله يعني بجد يعني مش عايز اقول لكم احنا بنتعب قد ايه انا وفريق الاعداد علشان نقدم لحضراتكم الحاجات دي كلها. طيب هنحط ايه عليها؟ شوية الزعتر والجمال دول